اسمي نزار شاهين. أريدكم أن تأتوا معي لرحلة مدهشة، رحلة نور ورجاء ومحبة واشتياق للحق والجمال والصلاح، رحلة علاقات وألغاز وأسرار. أريدكم أن تأتوا معي وتجلسوا وتستمتعوا أثناء السفر، وأعدكم بشيء عند نهاية جولتنا، أنكم ستعرفون الحق وأن الحق يمكنه أن يحرركم. لذا تعالوا معي. دعونا نرجع إلى وداع موسى من قبل زوجته صفورة. إنها أخذت دم عهد الختان ومسحت به قدمي زوجها. ماذا قصدت بهذا؟ ماذا أرادت أن تخبره؟ هل كان هذا متوقعاً؟ في تلك الأيام وحتى في أيامنا هذه، فإن غسل أرجل الضيف أو الزوج يعتبر علامة احترام وإكرام. لا شك وفي هذه الحالة بالذات فإنها تبقى بركة ورسالة في مكان سيتركه موسى، معبرة: يا زوجي أنا أعاهدك، اذهب وكن الرجل الذي دعاه الله واعمل كل ما يأمرك به وأنا معك، نحن على اتفاق. نحن نحتاج في كثير من الأحيان إلى من يطمئن قلوبنا بالنسبة لقرار نتخذه. عندما رأى موسى العليقة لم تكن عنده الرغبة الكاملة في تسليم الأمر لله. إنه كان محتاجاً لربط جوانب حياته المنحلة معاً، وأن يعرف مؤيدي قراره هم الذين أحبهم كثيراً. هي مسحت قدميه بدم عهد، إنك عريس دم لي. في هذه الكلمات قوة، أعتقد أن المقصود منها أن تكون كلمات حث وتشجيع. لقد وقفت صفورة بجانب زوجها في الساعة الحرجة، وهي غير فاهمة فحوى الدعوة التي دعي لأجلها، ولكنها كانت واثقة أنه على صواب، كانت راغبة في وضع ثقتها به ودعمه في القرار الذي سيتخذه والعمل الذي سيقوم به. حقا كانت بينهما علاقة مدهشة. هذا مشهد صغير، ولكنه يخبرنا عن موسى وصفورة أكثر ما تستطيع المجلدات الضخمة أن تخبرنا به. نحن نحتاج أن نفهم هذه الأشياء قبل الانتقال إلى بقية القصة.
قرشوم، هل أنت بخير؟ أحسن. الحمد لله، لقد زالت الحمى. ألي عازر، هيا قم أسرج الحمير. ونترك أبي هنا؟ لا تقلق ألي عازر. أمي، ماذا جرى لي؟ الله أنقذ حياتك، لا تقلق، سنعينك على ركوب الحمار. هيا ألي عازر، قم بسرعة. يا زوجي، يا حبي، ويا أعز صديق، سأعود بابنينا إلى مديان، لا داعي لأن تقلق علينا، أمامك مهمة عظيمة، انطلق، افعل ما أمرك به الله. عرفت دائماً أنك مختار لعمل شيء عظيم. صفورة حبيبتي، يا لك من شجاع. أشكرك يا إلهي على منحي هذه المرأة. من هناك؟ من هناك؟ موسى، هارون، هارون، أخي، موسى، هارون، هارون، موسى،
يمكن أن يكون هذا أنت؟ نعم، إنه أنا هارون. أبلغني الرب أنك ستأتي إلى جبله المقدس. أبلغني الله أنك ستكون هنا. الله، الله إله آبائنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إلهي، أبائي. هارون. نعم يا أخي، سأعود إلى بلدي. هارون، تعال يا أخي، تفضل، تعال واجلس. تعال، تعال يا هارون، تفضل، اجلس. تعال يا أخي. هارون، هارون، عندما رأيت وجه هارون قادما من الصحراء عرفت أنني لن أعود إلى مديان أبدا. أبي، ليس من السهل على إنسان أن يترك أهل بيته ويترك السلام الذي يعيش به وينتقل إلى عالم مجهول. أبي، أنت رجل شجاع. أبنائي، الإنسان لا يحتاج إلى جرأة أو شجاعة ليصدق ما يقوله الله، بل يحتاج إلى قلب مستعد للاستماع. يصعب أن أصدق. ثرموتس ماتت وفرعون مات. كل رجال البلاط الذين سعوا لموتك قد ذهبوا. وهذا الفرعون الجديد ولد بعد أن غادرت، الابن الأصغر لرمسيس الثاني. أي لم يسمع بي أبدا؟ ربما سمع عنك كعبراني انتشل من النهر، لكنك أسطورة الآن. ربما كان هناك تهديد ذات مرة ولكنه منسي الآن. أخذه إلى القبر كل أولئك الذين سعوا لقتلك. وثرموتس؟ ثرموتس حمتنا وكلفها ذلك كثيرا من سمعتها، لكنها حزنت على فراقك. تشبثت بنا لتسمع عنك خبرا، أي ذكرى صغيرة. ذلك يمس أوتار قلبي يا هارون. أنا مدين لها بحياتي، إنني آسف لموتها. أمي وأبي توفيا بعد رحيلك مباشرة. لقد شق عليهما فراقك. مريم منفعلة. هل قلت لها؟ كان يجب أن أبلغها. إن تكلم الله مع إنسان فتلك مناسبة عظيمة. لا تتكلم دائما بكل ما تعرفه يا هارون. ولمن قلت أيضا؟ قلت ذلك إلى مريم فقط. تعال، تعال لأريك المكان المقدس. هيا. اخلع حذائك يا هارون، هذا مكان مقدس. إذن هذا هو المكان؟ هذه هي العليقة؟ أي، ولم تحترق شوكة واحدة. وهنا حول الله عصاك إلى حية؟ وأصيبت يدي بالبرص. أعتقد أن هذا سيكون كافياً لإقناع الشعب. موسى، الشعب مستعد للخروج من مصر. لا يمكننا عمل شيء، الله يستطيع عمل كل شيء. الطريق طويلة إلى جاسان، هيا بنا.
هيا يا موسى هيا. تعال يا موسى، تعال وقل لي كل ما قاله لك الرب. هيا. لقد كان مثيرا ذلك اليوم يا أبي. فعلا كان مثيرا جدا، يبدو وكأنه حصل بالأمس. أنا أفهم بأنه كان صعبا عليك مفارقة المكان الذي كلمك فيه الرب. نعم، ولكن إرادة الله فوق كل شيء. أين كنت يا هارون؟ عدت إلى العليقة مرة أخرى، إنني منفعل وخائف. وكذلك أنا يا هارون. موسى تعال وقل شعبنا. هارون، لست إلها تركع لي، هناك إله واحد فقط، الله الحي، وقد سمعت صوته، أسلم له فقط. فلنذهب إلى جسان. هيا يا أخي هيا. هيا يا موسى هيا. أتمنى أن أكون مع صفورة وأن تلتقي أنت بصفورة وولدي الرائعين. اشرح لي لماذا اضطرت صفورة إلى ختن ابنك البكر. كنت غير ذي نفع لله، كان يجب أن أدخل معه في عهده كما فعل أبونا إبراهيم. أعلم الآن مدى صعوبة هذا عليك. فعلا يا هارون، إنه صعب جدا. الله أعان للوصول إلى مصر أنا وعمكم هارون. كانت رحلة صعبة وشاقة. كان الأصعب فراقكم أنتم وأمكم صفورة، وترك البيت الهادئ الذي تقسمناه في مديان. وتوجهتم إلى جاسان؟ نعم، وهناك بدت لي جاسان مرة أخرى، مدينة العبودية الرهيبة برائحتها وذكريات بها. أصبحت جاسان ضعف حجمها الذي أعرفه. المصريون يهابوننا لكثرة عددنا، لكنهم لا يعلمون أننا شعب مكسور الجناح يا موسى. انتظر هنا، أريد أن أهيئ مريم. حسناً. الحمد لله، المجد لله، الله الرحيم. مريم، عادت إلي قوتي. ماذا تفعلان هنا؟ ادخلا إلى الداخل. هيا هيا يا مريم إلى الداخل. هذا صحيح، كله صحيح. بلا جيش، وحده فقط. هارون، بسببه مات أبي في حفرة الطين بعد أن قتل المصري زاد حصص العمل، فلم يستطع أبي العزيز الوفاء بقصده الإضافي فقتل. أنا أقول لكم، موسى هذا سيجلب مشاكل كثيرة. نعم، هذا ما يقوله الجميع. بل سيجلب معه قوة الله بذاتها.
فأي جيش يمكن أن يصمد أمامها؟ أتكلم باسم الجميع هنا. نعم. أرنا آية. من المؤكد أن الله أرسل إنسانا فيه أكثر من مجرد لحم ودم. غدا اجمعوا زعماء كل بيت في جاسان. لماذا لا يتكلم هو؟ أوزيل، غدا سيعرف الله بنفسه. سنكون هناك يا موسى، هذا وعد. هيا هيا بنا. غدا البداية. لا يمكننا التراجع الآن، اتركوني أخلو مع نفسي. هل أزعجك كلام أوزويل؟ كلا. هارون، يجب أن أتكلم مع الله. لا تدع أحدا يعكر صفوي. دعني أبقى معك. ليس الآن. أنا خائف. لا تخف، أنت أفلحت يا موسى، وماذا عني أنا؟ هارون، الله معنا. هيا هيا. يا بني إسرائيل اسمعوني. جئت أنطق باسم أخي موسى الذي كما تعلمون لا يتكلم لغتنا بفصاحة. تربى في قصر فرعون على يد ابنة فرعون، وكان يجري إعداده ليكون فرعون مصر كلها، إلى أن أخي تماثل بقوة مع إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فقتل مصرياً بدافع عطفه على شعبه، فسعى المصريون إلى قتله، فهرب إلى مديان، مكث فيها 40 سنة، كان هناك راضياً قانعاً بزوجة وعائلة وقطعان، وظن أنه سيعيش فيها بقية حياته، غير أن الله تجلى لموسى من خلال عليقة متقدة، أمر موسى بالعودة ليقود شعبه ويخرجه من مصر. إذن أين الجيش؟ كيف يمكن لموسى أن يقودنا بدون جيش؟ ومن الذي سيحمينا من العربات المصرية؟ من يحتاج جيشا إذا كان الله إلى جانبهم؟ صرخنا بصوت عال يقيم الموتى، أرنا شيئا وأعطنا دليلا، امنحنا رؤيا. Come on!
إنه إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. مجد لله. في الطريق التي سنمر بها ساعين نحو الغرض الذي أمامنا، لافتات تدلنا على الاتجاه الصحيح ولافتات أخرى تدلنا على الاتجاه غير الصحيح، فعلينا أن لا نحيد عن الطريق ولا نقع بأخطاء تؤخر أو تمنع وصولنا في الوقت المعين والمناسب. لهذا يجب أن تكون قلوبنا مفتوحة لإطاعة الله، وعلينا التقيد بإرشادات الله أمامنا لنفتح عيوننا جيداً ولنسر في هدى وخطى الله. صار موسى في الطريق فسهل الله سفره بأن أخبره بأن أخاه هارون قد جاء من مصر لملاقاته عند جبل حريب المقدس، حيث كان الله قد قابل موسى وحدثه عند العليقة الملتهبة بالنار. نعم، لقد جاء هارون الناطق بلسان موسى، وكما وعد الله موسى ليذهب معه ويقنع الشعب أنه فعلا أرسله لإنقاذهم وإخراجهم من مصر، لكي يفهم فرعون بلسان واضح الهدف والغاية لإقناع فرعون الجبار. الشعب المستبد والمستعبد أمرا صعبا، ففرعون جبار وقاس القلب من جهة، والشعب ذو عقلية ضعيفة لا تتقبل الأمر، فإنها عقلية عبيد تعودت على الخضوع والخنوع. نعم، نحن نستطيع تحرير العبيد، لكن الله وحده القادر على تحرير العبيد من شوائب العقلية الذليلة، ولكن يجب أن يتم تغيير جذري وداخلي لتحرير الإنسان من الماضي ومن الخجل والعار والخطيئة. علينا أن نفتكر بهذا ونحن في رحلتنا في قصة موسى.